الحولي معاناة الناس في الحصول على ما يقيهم برد الشتاء. كيفك أخي؟ شو عم تشتغل هيك؟ والله شفت عينك عم تقص الحطب. لشو بقى عم تقص الحطب؟ هالشتوية صعبة والدنيا ما في شيء. ومازوت ما في؟ ما في، منين المازوت يا حسرة؟ إذا في مازوت منين حقه؟ مش قد لتر؟ لتر بشي 200. منين عم تجيبوا الشجر؟ والله من هالكرو عم نقصقص ونجيب من هالها. هذه هي الأشجار التي يتم قصها حتى تدفق في الشتاء. حسبنا الله ونعم الوكيل.